الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه ونسأله رحمة من عنده ومغفرة، كما نسأله جل وعلا علو درجة ورفعة منزلة في الدنيا والآخرة. وبعد، كنا في لقائنا السابق قد عرضنا لبعض تعنتات أهل مكة في أسئلتهم وطلبهم أشياء لو استجيب لهم لكان ذلك من أسباب نزول العقوبات بهم، لأنهم لن يستجيبوا حينئذ. ومن هنا جاءت الآيات بتحذيرهم من مثل هذه الطلبات التي تعود عليهم بالعاقبة السيئة. نقرأ في هذا اليوم بعض الآيات التي في آخر سورة الإسراء، وفيها قصة موسى من أجل أن يكون هذا على جهة التأسي بموسى عليه السلام. فإن موسى قد أعطاه الله آيات عظيمة، ومع ذلك لم يستجب له فرعون ولا قومه ولم يهتدوا به. ففيه بيان أن وجود الآيات وأن ما يتعلق بالاستجابة لطلبات الأقوام لا يلزم منها أنه إذا حققت أنهم يستجيبون ويؤمنون، بل الهداية من عند الله سبحانه وتعالى. وحينئذ مبدأ العناية، مبدأ الهداية، الاستعداد للآخرة. فمن كان من أهل الإيمان بالآخرة فإنه حينئذ سيكون هذا من أسباب جعله يستجيب ويهتدي لدعوة الحق. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهد الله فهو المهتدي، ومن يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات،
فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. بيّن الله تعالى أن الهداية بيده سبحانه، فهو يهدي من يشاء. فليست الهداية مرتبطة بما يجاب به هؤلاء الناس عندما سألوا الآيات والعلامات. فكم من شخص أتته العلامات الظاهرة والأدلة المتتابعة والبراهين، ومع ذلك لم يستجب لدعوة الحق، لأن الهداية بيد الله يؤتيها من يشاء. ولذا قال تعالى على جهة التسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تظنن أن الهداية مرتبطة بالآيات وإجابة الأقوام عما سألوه، بل الهداية مرتبطة بقضاء الله وقدره، فهو سبحانه الذي يهدي من يشاء. قال: ومن يهدي الله، أي من يقدر الله له الهداية وييسر له أسبابها ويوفقه لها، فهذا هو المهتدي حقيقة. ولذا فلا تجزعن من كون هؤلاء القوم لم تستجب طلباتهم عندما سألوا ما سألوا، وحينما قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى آخر الآيات. فكأنه قال: هذه الأسئلة التي سألوها لو أجيبوا لها ولم يقدر الله لهم الهداية فلن يهتدوا، وحينئذ سيعاجلهم الله بالعقوبة، فتنزل بهم العقوبات في الدنيا. ولذا من صالحهم ألا يجابوا إلى طلباتهم، ليكون هذا من أسباب إمهالهم وتأخيرهم. ولذا قال: ومن يضلل، أي من يقدر الله له عدم الهداية بحيث يستمر في طريق الغي والغواية، فإنه حينئذ سيبقى عليها مهما فعلت معه، ومهما قدمت له من الدعوة، ومهما كان منك من آيات عظيمة تدل على صدق مقالتك. ولذا من يضلل فيبقيه على الضلالة، فلن تجد لهم أولياء من دونه، أي لا يكون لهم مناصرون ينصرونهم من الله ويحمونهم من عذاب الله، بل ستنزل بهم العقوبات الأخروية. ولذا قال: ونحشرهم، أي نجمعهم جميعا، في بيان أنهم لن يستطيعوا فعل شيء حتى ولو اجتمعوا، فإنهم لن يستطيعوا أن يسلموا أنفسهم من عذاب الله تعالى. ولذا قال: ونحشرهم يوم القيامة، اليوم الذي تقوم فيه الأجساد وتجتمع معها الأرواح، يحشرهم الله على وجوههم.
نكاية فيهم، فتكون وجوههم هي الأسفل وبقية أبدانهم هي الأعلى، وهذه قدرة من الله جل وعلا ليكون ذلك أكبر في إذلالهم وإصغارهم وجعل نفوسهم تستشعر ما هم فيه من الذل والهوان. يحشرون كيف؟ ما هي صفتهم؟ قال: عمياً أي لا يبصرون، بكماً أي لا يتكلمون ولا ينطقون، وما ذاك إلا أنهم حينئذ يبقى عندهم الأمر النفسي. من كان يبصر فإن إبصاره قد يقلل من المصيبة التي هو فيها بما يشاهده أمامه من المناظر التي تسليه عن مصيبته، وهكذا من يتكلم أو يسمع فإن سماعه يشغله عن المصير السيء الذي يكون له، وهكذا كلامه يشغله ويجعله ممن يخف عنه ألمه النفسي. لكنه إذا حشر مع على وجهه ولم يكن مبصرا ولا سامعا ولا متكلما، فحينئذ قد وصل إلى درجة عظيمة من الأمر النفسي والألم الداخلي. ثم قال: بكما لا يتكلمون، صما لا يسمعون، مأواهم جهنم، أي المستقر الذي يصلون إليه هو نار جهنم، تلك النار التي لا تطفأ أبدا، عذابها دائم أبد الآبدين. كلما خبت، يعني كلما بدأت ببداية الانطفاء وتقليل الحرارة زادها الله سعيرا، أي إحراقا وحرارة شديدة. لماذا فعل بهم ذلك؟ قال: ذلك جزاؤهم، أي على قدر ما عملوه في الدنيا. لماذا؟ بأنهم كفروا بآياتنا، أي جحدوا بها ولم يقروا بالعلامات الظاهرة. فكأنه يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان معه آيات تدل على صدقه، ولا يلزم من الاستجابة له أن تكون تلك الآيات على وفق ما يطلبه قومه منه. وكان مما أورثهم هذا المصير أنهم أنكروا البعث، وكانوا يظنون بأنهم لن يبعثوا، واستبعدوا على قدرة الله أن يعيدهم أحياء بعد مماتهم. ولذا قالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا، أي مخلفات العظام، حينئذ يعقل أن نعود مرة أخرى ونصبح خلقا آخر؟ أئنا إذا كنا كذلك لمبعوثون، أي مخلوقون ومنشأون مرة أخرى خلقا جديدا. كأنهم استبعدوا ذلك، استبعدوه على من؟ على الله جل وعلا الذي لا يعجزه شيء. فرد الله عليهم بحجة مقنعة ودليل واضح، فقال لهم: أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ ألا يفكرون ويقارنون بين أنفسهم وغيرهم من المخلوقات العظيمة التي هم لا شيء بالنسبة لها؟ فهذه الأرض التي تحت أقدامنا لا نمثل نحن شيء بالنسبة لها، ثم هذه الأرض
التي نعيش فيها لا تمثل بالنسبة للكون والسماوات شيئا، بمثابة حلقة ألقيت في صحراء شاسعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أين العقول؟ كيف تستبعد على الله تعالى أن يعيدها وهو الذي خلق السماوات والأراضين؟ ثم قال: قادر على أن يخلق مثلهم، يذكرهم بخلقهم أول مرة. أليس الذي خلقكم أول مرة وأوجدكم من العدم بقادر على إعادة الحياة لكم مرة أخرى لتجزوا على قدر أعمالكم؟ وفي هذا تذكير للإنسان بمبدئه، كأنه قال: العظام والرفات أعظم خلقا من الماء المهين، ومع ذلك خلق الله من المهين ابن آدم، أنا وأنت والثاني والثالث، فمن خلق من هذا المهين بشرا سويا قادر على أن يخلق من العظام بشرا سويا ويبعثه خلقا جديدا، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، أي هناك يوم موقوت محدد لا شك فيه يبعثون فيه مرة أخرى. فهذه أدلة عقلية واضحة. بماذا قابلوها؟ قابلوها بالإيباء والجحود والإنكار والتكذيب، فقال: فأبى، أي رفضوا ولم يستسلموا لهذه الحجج الواضحة. فأبى الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بهذه العقائد الفاسدة إلا كفورا، أي كفرا بكلام الله وعدم تصديق الله، وكفرا بنعم الله بحيث لم يصرفوها في مراضي الله، وكفرا بوعد الله حيث لم يستعدوا ليوم المعاد. ثم رد الله عليهم برد عظيم. هم قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض، تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ثم تكون لك أشياء تتميز بها علينا، بحيث تكون لك البساتين الكبيرة التي فيها النخيل والأعناب وتجري فيها الأنهار. فقال الله لهم: الأرزاق بيد الله وليست بأيدي أحد، والله يعطي من يشاء ما يشاء لحكم يراها سبحانه وتعالى. ولذلك لا تطلبوا لأنفسكم شيئا قد يكون فيه مضرة لكم، وأنتم لو كنتم تملكون شيئا من أمور الدنيا لما أعطيتم الآخرين منها شيئا. ولذا قال: قل، أي مجيبا لهم، لو أنتم، أي لو قدر أنكم تملكون خزائن رحمة ربي، أي عندكم ما اشتملت عليه هذه الخزائن من أنواع الخير من الأمطار والذهب والفضة وأنواع الخيرات والنعم، لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم، أي كان من شأنكم البخل وعدم الإنفاق. لماذا؟ قالوا: نخشى إذا أنفقنا أن تنتهي أموالنا. والله تعالى يصرف لعباده النعم متوالية متتابعة، فهو الكريم سبحانه، بينما الإنسان قتور بخيل. ثم ذكر الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام حينما بعثه الله إلى فرعون وأعطاه العلامات والآيات الواضحة الظاهرة البينة، فآتاه الله 9 آيات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم
والعصا وبياض اليد. فآتاه الله هذه الآيات العظيمة التي تخرج عن مألوف الناس، فهي علامات واضحة. آيات يعني علامات، بينات يعني واضحات. ومع ذلك لم يستجب فرعون لدعوة موسى عليه السلام، وحينئذ نزلت به العقوبة. قال تعالى: فاسأل بني إسرائيل، أي استفسر منهم عن قصة موسى، فإن لديهم علما منه. إذ جاءهم، يعني أن موسى عليه السلام بعث إلى فرعون وقومه، فدعاهم إلى الله ودعاهم إلى إفراد الله بالعبادة، فما كان منه إلا أن قابل موسى بالتكذيب وكذب بالآيات العظيمة التي بعث بها موسى عليه السلام. وما كان منه إلا أن اتهم موسى بأنه مسحور، فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي جاءك سحر وبالتالي أصبحت تهذي وتتكلم بما لا تعيه. فقال موسى عليه السلام: تأمل وأعد التفكير، فإنك تعلم في قرارة نفسك بأن هذه العلامات العظيمة لا يستطيع إنزالها أحد من البشر، وإنما الذي أنزلها رب السماوات والأرض، أي الذي تولى شأن السماوات والأرض ومن فيها. بصائر، أي علامات واضحة تدلك على الله تعالى. وحينئذ قال موسى: وإني لأظنك يا موسى مثبورا، أي أنك لا تدرك عواقب الأمور ولا تحسن أن تتصرف في أمورك. فحينئذ أراد فرعون بموسى ومن معه أن يستفزهم من الأرض وأن يبعدهم عن الناس لئلا يؤثروا عليهم. وانظر في المناسبات، في قوله فأراد أن يستفزهم مع قوله عن إبليس: واستفزز من استطعت منهم، وقوله في الآية الأخرى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض الآية. فأراد أن يستفزهم من الأرض فيخرجهم منها لئلا يؤثروا على قومه، فقدر الله جل وعلا له أن يتبعهم، يشق البحر لموسى ومن معه، ثم يتبعهم فرعون فيغرق بعد أن يخرج موسى ومن معه. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. ركبوا على البحر، فأرسل الله البحر على فرعون فغرق، ونجى موسى ومن معه. وحينئذ أوحى الله تعالى لموسى عليه السلام: اسكنوا الأرض. انظر، اسكنوا من السكينة والطمأنينة، لأنهم قد ارتاحوا من عدوهم الشيطان الرجيم، وفيه اختيار الموقع للسكنى: اسكنوا الأرض. وفي هذا إبطال دعوى بعضهم لموسى بأنه ابن لله أو معه شيء من الله تعالى. قال سبحانه: فإذا جاء وعد الآخرة، أي إذا انتصرتم على عدوكم وجاء أجل آخر، فحينئذ يأتي الله بكم لفيفا، يعني جميعا، كل واحد من الناس يؤتى به في ذلك اليوم. وهكذا وقع لبني إسرائيل، سكنوا الأرض وبقوا على حالهم
ولم يستجيبوا لدعوة الحق. في هذه الآيات فوائد كثيرة وحكم عديدة، فمن ذلك أن الهداية بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويخذل من يشاء. في هذه الآيات أيضا أن الإنسان ينبغي به أن يسأل الله تعالى الهداية والبعد عن الضلال والغواية. وفي هذه الآيات أن من ضل عن الصراط المستقيم فحينئذ ستكون له العاقبة السيئة في آخرته، ولذا قال ونحشرهم يوم القيامة، أي نأتي بهم جميعا فنسوقهم في ذلك اليوم على وجوههم، أي أنهم يسيرون على وجوههم. وفي هذا بيان حال أهل النار يوم وجودهم على أو وجودهم في الموقف العظيم. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يمتعون بأبصارهم وألسنتهم وأسماعهم في يوم القيامة، فإنه لما ذكر أن أهل النار يحشرون على وجوههم بكماً وبكماً وصماً، دل هذا على أن من يقابلهم من أهل الجنة لا يفعل بهم ذلك. وفي هذه الآيات أن أهل النار يخلدون فيها أبد الآباد، ولذا قال مأواهم جهنم. وفي هذه الآيات أن عذاب أهل النار يجدد ما بين وقت وآخر ليكون أشد في عذاب أهلها. وفي هذه الآيات وجوب الإيمان بآيات الله الكونية والشرعية وتحريم الكفر بها، وبيان أن من كفر بآيات الله فإنه يخشى عليه من نزول العقوبات الدنيوية والأخروية. وفي هذه الآيات بيان أن ما يعرضه المخالفون من الحجج أو ما يظنون أنه من الحجج في حقيقته لا قيمة له إذا قرنته بالحجج والأدلة والبراهين الواضحة. وفي هذه الآيات وجوب احترام العظام والرفات الذي يكون من الآدمي وتحريم ابتذالهم. وفي هذه الآيات أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات، وهو سبحانه قادر على أن يوجد مثل هؤلاء، ولكنه جعل لهم أجلاً أي وقتاً محدداً لقيام الساعة. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بأن الله قادر على إعادته، فالقادر على خلق السماوات والأراضين والقادر على أن يخلق مثل بني آدم قادر على أن يعيد خلق بني آدم وهو أهون عليه. وفي هذه الآيات أن يوم القيامة يوم مؤقت محدد بوقت معلوم، ولكن أكثر الناس لا يطلعون عليه ولا يعرفون لأن الله قد أخفاها عنهم، ولكن للساعة علامات تدل على قربها. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل لا يزالون مستمرين في دعوة أهل الحق بأوصاف تجعلهم ينفرون من الحق، ولذا قالوا قال فرعون ومن معه ستكون العاقبة لنا، كما أن أمور الدنيا لنا، و
في هذه الآيات أن دعاة الباطل لا يزالون يصفون دعاة الحق بالأوصاف المقذعة التي لا تتناسب مع حالهم. وفي هذه الآيات أن الله تعالى قد صرف لموسى لفرعون وقومه الآيات العظيمة من أجل أن يكون هذا من أسباب قدرتهم، من أسباب هدايتهم واستجابتهم لدعوة الحق. وفي هذه الآيات أن الخير والرحمة والفضل بيد رب العزة والجلال، يؤتيها من يشاء، فهو يرزق من يشاء بغير حساب. وفي هذه الآيات أنه ليس من مصلحة الخلق أن تكون خزائن الله بيد الناس، لأنهم لو كانوا كذلك فإنهم سيبخلون بما يؤتيهم، حتى أنهم لن ينفقوا على أنفسهم، فيكون هذا من أسباب سوء حالهم وترديهم. وفي هذه الآيات أن خزائن الله لا تنفد، فهي ملأى. وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من البخل وبيان سوء عاقبته. وفي هذه الآيات ما امتازت به دعوة موسى من الآيات العظيمة والبراهين المقنعة. وفي هذه الآيات جواز سؤال الأمم السابقة عن ما يكون مصدقا لما في كتاب الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن دعاة الباطل لا يزالون مستمرين في دعاة الحق. وفي هذه الآيات أن أهل الحق يصفهم أهل الباطل بأنهم أهل السحر وبأن السحر مؤثر فيهم. وفي هذه الآيات تذكير الناس بأن هذه الآيات من عند الله جل وعلا، وأنه قد ائتمن الإنسان على هذه الآيات بحيث يبصر بها ويجعل الآخرين يبصرون بها. وفي هذه الآيات ذم فرعون الذي جاءته الدعوة العظيمة والبراهين والأدلة المتتابعة، ومع ذلك لم يستجب في الدعوة الأخرى. وفي هذه الآيات فضل الله على بني إسرائيل، حيث قال لهم اسكنوا الأرض، أي عودوا فاسكنوها مرة أخرى، وليكن من شأنكم أن تقروا لله جل وعلا بأنه صاحب الفضل. ولذا كان من شأنكم أنه إذا قرب قرب الساعة فحينئذ سيأتي الله بجميع الناس فيحاسبهم على كل أعمالهم بلا استثناء. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، وجعلنا ممن أوقن بكتابه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.